كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم ورحمة الله. محمد هشام العلوي المغرب، رئيس جمعية صرب تحب الملوك الفروسية بمدينة صفرو، وكاتب عام سابق في الفريق الدارالية ديال منطقة فاس للجمعية الفروسية. هاد الجحش هذا ماشي في الحالة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة اللي تبنينا الأخريضة، لأن كيتخلاو عليهم الناس. هذه جاري بها العمل عندنا في المنطقة، لأن الجحوشة كيتسببوا المشاكل. مثلا هاد الجحش دابا صغير، غير غادي يزيد شي شوية غادي يبدا ياكل، ما كيتربطش، غيتسبب المشاكل بين مولاه والجيران ديالو. كيشوفوا الناس اخف الضررين، اخف الضررين هو انه يتخلى عليه. اتصل بيا العساس عمر، العساس ديال السوق راه معروف، هو اللي اتصل بيا قال له دي واحد الجحش راه بقى هنايا كما العاده، لان كنديهم ماشي الاولي ولا الثاني، راه عندنا شي كاع متق الاخريضه، راه عندنا السيوراس ديال الجحوشه، وكاع كاينين اللي راهم مازالين عاطينهم للناس كيحرطوا بهم. اخي رضا اش غادي نقول لك؟ دابا انت كتشوف انت هنا شحال هنا عايشين في وسط الكلاب والخيل والقطوط، ما باش غنقدر نجزئ لك هذا الشعور هذا، لان هذه حياتي ما نعرفش بحال بنجزئ لك هذا الشعور. ما كعادي، شي حاجه عاديه، شي حاجه اللي داخله كي كنقولوا في روتيني اليومي. شوف، اقوى ذاكره من بعد ديال الماء هو ديال الحمار، ديال الخيليات. بالنسبة للذاكرة هو دابا بالنسبة له الريحة ديالي والصوص ديالي كتعني الماكلة فقط، ماشي شي حاجة معقدة اللي نفهموها ولا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذاك اللعب اللي كيلعب معايا علاش؟ لأن راك أنت هو المصدر ديال الرزق ديالو. في الأول كانوا عطاو الحليب ديال البقر، وحنا كي كنعرفوا أن الجهاز الهضمي ديال الحمار راه ماشي هو الجهاز الهضمي ديال البقرة. البقرة من الحيوانات المجزرة، الخيل والحمار والبغل عندهم مصران واحدة خريطة، فهمتي كيفاش؟ عندهم مصران واحد، الحليب ديال البقرة كيطيح عليه لادياري كيفرعو. دابا كنديرو له حليب مركب، حليب ديال الغبرة، باش ما نقولوش شي سمية ندعمو شي ماركة، واللي كنديرو له حليب ديال الحليب اللي سابق التحضير ديالو، حليب مجفف. أنا ماشي معاهم، ولأن أنا فهمت الموقف ديالو، أنا فهمته، لأن كنت عارف خريطة هاد الحيوانات هاد الجحوش اش من مشاكل كيديرو، راه الله يستر تقدر توصل للعنف الجسدي. انت عارف المشاكل بين الناس ديال الباديه، غير كتنوض راه كتنوض بالزراوط. لهذا كيقول اللهم يدي الحمارة رواسية ولا يدي شي جحش هو عارف اصلا انه غيتسبب بالمشاكل.